Salut Aujourd'hui, nous allons faire un test de français numéro 3. Alors, utilise un stylo et une feuille pour noter tes réponses. La correction et l'explication, c'est pour demain. Alors les enfants, vous êtes prêts Bon courage Exercice numéro 1. A. je relie les mots اربط بين الكلمات لو لا لي fenêtre balcon terrasse un une des ardoise cahier tableau اذن اربط بين الاداه والكلمه المناسبه entre l'article et le mot d'accord b كلاس les صنف الكلمات la maîtresse, المعلمة le cartable, المحفظة une trousse, مقلمة et un livre, كتاب لدينا جدول فيه جزئين ادوات التعريف les articles defini, وادوات التنكير les articles دفيني. في كل جزء لدينا جزئين كذلك et féminin. يعني المذكر والمؤنث مثلا في الخانة الأولى أضع الكلمة التي تحتوي على أداة التعريف المذكر والثانية أداة التعريف المؤنث الثالثة أداة التنكير المذكر والرابعة أداة التنكير المؤنث دونك article defini masculin article defini feminin article indéfini masculin et article indéfini féminin قلنا كيف نتعرف على ادوات التعريف والتنكير كنا درسنا الدرس كامل الاحظ الاداه لا لو اون و ان ثم اصنفها في المكان المناسب فك برافو اكزارسيس numero دو a complète par ce 7, 7, c. Akmel bi Ismoul Ishara, ce 7, bete ouahida, 7 avec 2t ou c. Alors, à qui sont affaires, à qui sont affaires, et puis Adam a quand ni rat, ce 7, 7 ou c. j'adore fille j'adore fille je connais homme je connais homme j'ai acheté ballon pour mon fils j'ai acheté ballon pour mon fils اذا في مكان النقاط اضع اسم الاشاره المناسب كيف اضع اسم الاشاره انظر الى الكلمه التي تاتي بعده هل هي مفرد أو جمع مذكر أو مؤنث وأضع اسم الإشارة المناسب، على، à أفير معناه لمن هذه الأدوات، جداغ في اه, أنا أحب هذه البنت، كوني أم يعني أعرف هذا الرجل، جي آشتي. بالون pour mon fils يعني اشتريت هذه الكره لابني هنا قلنا تتغير حسب الكلمه التي تاتي بعد اسم الاشاره داك ب complete comme dans l'exemple اكمل كما في المثال دونك ان arbre تصبح ست arbre ان arbre يعني شجره ست arbre هذه الشجرة إذن أحول بهذه الطريقة أو أكمل بهذه الطريقة: une مدرسة, des élèves, تلاميذ, فندق. إذن أكمل باستعمال اسم الإشارة المناسب حسب الكلمة دائما إذا كانت مفرد أو جمع مذكر أو مؤنث. Allez, bon courage! Exercice numéro 3. A. Ah, souligne les noms propres et entoure les noms communs. S'attire t'achte l'asma l'khasa ou achète l'asma Alors, la rue, un charé, un roi, une porte, bab, Maria, le chat, القط او أعيد لاغوا، أغوا، ماريا، إذا أقرأ كل كلمة جيدا أفهمها، ثم أسطر تحت الأسماء الخاصة يعني الشخصية وأحيط بالأسماء المشتركة العامة. كنا كذلك درسنا درس الأسماء الخاصة والمشتركة. b. Classe les noms. Sennif les Un balcon, Mehdi, le chien, Tipaza, maman, rime. Je répète. Un balcon, chofa, Mehdi, le chien, le chien, Tipaza, maman, rime. Et d'en classer ces mots le Non. Comme? الأسماء المشتركة العامة <noise> يعني الأسماء الخاصة أو الشخصية، أضع كل كلمة في مكانها المناسب. <noise> بونكوراج! إكزارسيس نيميغو كاتر، أ- سوليني لي أو بلوريال. سطر الكلمات الموجودة في الجمع. ليزوازو، أون سوري. إذا لدينا ست كلمات وسطر تحت الكلمة أو الاسم الموجود في الجمع، وكنا درسنا كذلك درس خاص بالمفرد والجمع وكيف أتعرف على-أتعرف على الجمع، إذا هناك شيئين أساسيين للتعرف على الجمع، ما هما؟ dan atadhakkar dars ujib B complète avec le singulier ou le pluriel Akmel, bil mufrad ou al des oiseaux la maison un gâteau les pommes une souris et le لاب جغرافيت، دزوازو، لميزو، أنغاتو، ليبا، إنسوغي، لو لا كذلك درسنا إلبيريال في, في المفرد والجمع كيف أتعرف على المفرد وكيف أتعرف على الجمع هناك الأداة التي تسبق الاسم وهي التي تعرفنا بنوعه، هل هو مفرد أو جمع وكذلك نهاية الاسم. أتذكر الدرس جيداً وأجيب. إذا كانت الكلمة في المفرد أحولها إلى الجمع، وإذا كانت في الجمع أحولها إلى المفرد. كوراج Exercice numéro 5. Je lis le texte et je réponds. أقرأ النص ثم أجيب. C'est l'anniversaire de Basmah.

Complète avec les mots du texte akhmel bikalimat mina annas alors va chez l'épicier qui va chez l'épicier manda al maman prépare quoi elle prépare quoi et elle y je mina annas deux trouve dans le texte yani, finas un nom propre, Ism-Ras, un nom commun, Ism-Mushtarak, un verbe, Fel, un complément, Mafrulbi, un pronom, Damir, un article défini, Adat Tarif, un article indéfini, Adat Tankir, un nom au singulier, Ism-Felmofrad, un nom, Au pluriel إسم في الجمع. Un nom au féminin إسم في المؤنث. Un nom au masculin في المذكر. Et un métier يعني مهنة. كل هذه الكلمات أستخرجها من النص. أقرأ النص الج- أقرأ النص جيدا. أفهم النص ثم أستخرج هذه الكلمات. كلمة واحدة فقط في كل نوع. داكو؟ أنكوراج. C'est tout pour notre test. Alors, n'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne, Madrasati Fibaiti, et mets un pouce bleu. Et pas de cliquer sur le bouton pour Allez les enfants, bon courage!